مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يتحضر الأولياء لكسوة أبنائهم لهذه المناسبة. وبولاية سوقهراس تعرف الأسواق دخول المنتجات المصنعة محلياً، فهل تكون ضمن خيارات المواطنين؟ ماذا بينا نحن ندعموا منتوج بلادنا خير من نروحوا للامبورطاسيون، باسكو منتوج بلادنا هذا ولا مليح خير على الامبورطاسيون. أنا جيت اليوم باش نشري كسوة العيد، يا أخي اخترت هذه لبسة يا أخي عجبتني. جيت نكسي دراري ورانا نشوفوا في السلعة راهي كاينة الحمد لله، المنتوج المحلي راهو موجود وبكثرة وفي متناول الجميع. اقتنيت لبناتي حجابات وديزونسومبل من نوعية جيدة وأسعار منخفضة. المحلات والاختلاف الأذواق والقدرة الشرائية للمواطن تسعى لتوفير ملابس ذات جودة عالية وبأسعار تسمح لاقتناء كسوة العيد. سلعة تاع لوكال راهي تحسنت بزاف، ربي يبارك، راهي ذات ولد تخدم خدمة أنيقة وجميلة. تاع الأواخر تاع رمضان رانا نحبوا ديما نديروا تخفيضات للشعب، للناس ذو الدخل الضعيف، مرحبا بهم، نقول لكم بربي إن شاء الله راح نوفر لكم أسعار في متناول العائلات. يبدو أن فرصة الأعياد والمناسبات أتاحت المجال للمصنع والمنتج المحلي لعرض خياراته بالأسواق، خاصة وأن البعض منها أضحى ينافس المستورد منها.